هذا يوم يوم البيعات، بيعة الشعب الإيراني مع وطننا وبيرتنا بقى أدنى حسرة الكروش، حسرة الكروش مؤسسة إنجاز الوطن ومؤسسة اتهام الضمائر. ظل حاضرون في هذه الجماعة اليوم من الكرد سنندج، من الكرد الكرمانشاهية، أعراب آل نسور آل مظفر، ونحن من أعراب بني أسد عشيرة آل أمراض مع أسرتي، كلهم حاضرون في هذه الجماعة. أفهم يا فانتورك، أفهم يا جاسوس باكو، أفهم يا جواسيس السعودي، نحن جنود الإيران، نحن جنود الكروش، وهذا كروش أبانا. إيران واحد وطننا، وطننا تاج الأوطان في شرق الأوسط، خير البلاد، والله أقل من ترابه، أقل من ترابه، أفضل من كل بلاد العربية، أفضل من كل بلاد الشرق الأوسط. إن شاء الله، إن شاء الله إيران خالدون في التاريخ، إيران جاويد في التاريخ، إيران ميمانة كلام فارسي، إيران ميمانة. امروز در این جمع کرد سنندج هست، کرد کرمانشاه، عرب آل نسور، عرب آل مظفر، ما آذربایجان از خوی بختیاری و صاحبان اصلی ایرانین بختیاری به کرد سنندجی به نرفت سه قوم اینها باشد. اگر آذری برای مرزبانی ایران باشد، قشقایی در کنار ما عرب و بختیاری مرزبان جنوب، بلوچ مرزبان شرق ایران، کرد سنندج قلعبان همیشه بیدار ایران. ایران یک وجب کبیرش کم نخواهد شد. هیچ تاجیکستان هزاره